صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا، وإذا يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. فإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. لا تأمن الأيام يوما بعدما فجعت بعترة أحمد المختار. فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار، في خلق وفي أطواري. لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى، يذري عليه الذاري. ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستدر بدمعها المدراري. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله
وإنا إليه راجعون. من كلام لسيدنا ومولانا وإمامنا ومقتدانا الحسين بن علي الشهيد بكربلاء عليه السلام، يقول: لا أرى الموت، لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. لا أرى الموت إلا سعادة. مو كل واحد يستطيع أن يرى الموت بهذه الطريقة. هناك من يرى الموت بأنه وحش، طريق للوحش إلى الظلمات. هناك وحشة القبر، ظلمة القبر، ضيق القبر. ليليا الإمام الصادق سلام الله عليه، ليليا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: اللهم بارك لي في الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على غم القبر، اللهم أعني على ضيق القبر، اللهم أعني على وحشة القبر، اللهم أعني على ظلمة القبر، اللهم أعني على هول المطلع، وأوسع علي في ضيق المضجع، وارزقني خير ما قبل الموت وخير ما بعد الموت. فالموت أمر مبهم بالنسبة لك. أنت لحد الآن لم تذهب إلى هذا العالم، فيعتبر بالنسبة لك أمر موحش، مو واضحة القضية بالنسبة لك. سامع أحاديث تقول إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولا عندك يقين ولا اطمئنان بأن قبرك سوف يتحول إلى روضة من رياض الجنة حتى تطمئن وتستقبل الموت بروحية عالية وشوق. ما عندك يقين، ما عندك يقين. فحقيقة الإنسان لازم يجدد النظر في قضية الموت، لازم يدرس الموت دراسة من جميع الأبعاد حتى يشوف ده الموت بالنسبة له راح يكون شنو، يعني وسيلة للسعادة أم وسيلة للشقاء. وأنت لابد لك من الموت، الموت قضية حتمية. الله قدر الموت على العباد، قدر الموت على العباد. الموت شيء لابد منه. يا من توحد، أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء الصباح شو يقول؟ يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الموت انت راح تواجهه مهما كان، فما هو الموقف السليم تجاه الموت؟ انت كإنسان عاقل، الإنسان العاقل هو الذي يجلب النفع لنفسه ويدفع الضرر عنها. فأنت
الموت هذا الذي سوف تستقبله هل سوف يجلب لك الضرر أم يجلب لك النفع؟ أنت كعاقل لازم تبحث عن ما ينفعك وتجلبه لنفسك، وتبحث عن ما يضرك وتدفعه عن نفسك. هل الموت في ضرر عليك أم في نفع لك؟ لازم تدرس الحالة هذه. فإذا الموت فيه نفع لك فيجب عليك أن تجلب هذا النفع لنفسك، صحيح يا مو صحيح؟ ممكن يكون الموت فيه نفع يو لا؟ يعتمد، ممكن ما بيه نفع، ممكن بيه ضرر، ممكن بيه ضرر بعض الأوقات. نفع إذا أنت استعدت للموت، إذا صار عندك استعداد للموت، هذا الاستعداد راح يكفل لك جلب النفع. أما إذا ما عندك استعداد للموت، لا، الموت راح يكون بداية للجحيم، راح يكون بداية للتعاسة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تتشرد تبتعد. ليش تبتعد؟ لو كان في نفع تبتعد عن النفع؟ لا، لو كان في نفع كان تقبل على الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تتشرد. فإذا كان عندك استعداد للموت، هذا الاستعداد راح يكون شنو؟ ضمان للنفع، لنفع الموت. انت الحين اذا مثلا تمشي في الشارع العام، اذا انت مهيئ مواد السفر، مستعد للسفر، تبي تسافر مكان، اذا انت مهيئ وسائل السفر، جواز سفر، الفيزا، القمارق عاطنها، كل مقدمات السفر، الزاد، الراحلة، تريد مسواك، تريد مقص، كل الوسائل هاي تهيئها. عندنا مستحب إذا تريد تسافر حتى تأخذ وياك المقراض، المقص، حتى هاي اللوازم هاي خذها وياك. قال رسول الله يأخذ وياه حتى الإبرة والخيط، كل هذا يأخذه، ممكن تحتاجه في السفر. فإذا أنت تريد تسافر مكان وكل وسائل السفر هيئتها، فتروح أنت تركب الطائرة مطمئن تسافر. لكن إذا رحت المطار وجواز السفر مو وياك، ما تقدر تعبر عن من شو الجوازات. وين جوازك؟ جواز ما عندك، ما تقدر تعبر، صحيح؟ لو عندك جواز البلد الآخر يحتاج فيزا، فيزا ما عندك، ما تقدر تسافر. فإذا هيأت وسائل السفر تقدر تسافر. السفر بيكون لك حلو لطيف مو مزعج. الموت كذلك، الموت سفر. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. أنت راح تسافر، فإذا أنت مستعد، هذا الاستعداد راح يخليك على درجة من الاطمئنان إن الموت راح يكون بالنسبة لك نافع، ده السفر فيه نفع. فهل أنت مستعد للموت يا لا؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول، سئل ما الاستعداد للموت؟ فقال ثلاث أشياء، إذا هذه هيئتها خلاص، مثل ما هو يقول، إذا هيئت هاي الثلاث راح أقولها لك. بصلي على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عداءه. أقول لعلي بن أبي طالب، أأنس بالموت من الطفل بمحالب أمه.
شفت انت الطفل شلون يستأنس لما يلتقم ثدي الأم ويرتضع من قمة السعادة عنده. أقول أنا أأنس من الطفل بمحالب أمه، وقعت على الموت أو وقع الموت علي إذا هيئت هاي الثلاث. فالموت بالنسبة لك يكون كلش حلو. قال الاستعداد للموت ثلاث: أداء الفرائض، هذا واحد، واجتناب المحارم اثنين، والاشتمال على المكارم. حلو. هذه ثلاث أشياء مطلوبة منا للاستعداد. قال أداء الفرائض يعني عمل الواجبات. إذا واحد أدى الواجبات اللي عليه، واجبات كثيرة، في كتاب حلو اسمه فقه الواجبات والمحرمات للسيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، خوش كتاب، واحد زين يقرأ ذا الكتاب على الأقل يتعرف على الواجبات وعلى المحرمات. لأن أنت شلون تبي تأتي بالفرائض وتجتنب المحارم؟ لازم تعرف أول شنو الفرائض وشنو المحارم حتى تقدر تجتنبهم. تجتنب المحارم وتأتي بالفرائض، صحيح ولا؟ إذا ما عندك علم بالفريضة هل بإمكانك أن تأتي بها؟ لا. حتى المحرمات، كثير من المحرمات إحنا ممكن نمارسها ولا نعلم أنها حرام. يعني الآن بعض أوقات هاي حلق اللحية مسألة موجودة ابتلاء، في ناس تشوفه يحلق اللحية عادي، زي هاي حلق اللحية عندنا احنا احتياط وجوبي بترك حلق اللحية بالموس. فالواحد لا يستهين ببعض الصغائر، فكر ان حلق اللحية جائز عندنا. نعم اذا للتقية أو لدفع ضرورة أو عندك مرض، يعني أكو استثناءات لها، بس الواحد يكون يدقق. زين. بعض أوقات مثلا المرأة إذا بلغت من الجمال مبلغا وكان في خروجها للشارع العام يورث فتنة، يعني ممكن تحرك غرائز وشهوات الآخرين خصوصا الذئاب. فالفقهاء يقولون إذا في خروجها فيه نوع من التحريك للشهوات مما يبعث على أنه ممكن يؤذونها أو يعني يتعرضون إلها، فبعض الفقهاء يقول يجب وضع ساتر على الوجه، يعني البوشية. شوف شو قد مسألة مهمة. فالواحد بعض أوقات يكون يهتم في القناة. يعني هي ممكن تطلع للشارع العام وهي جميلة جدا، فالمفروض تضع ساتر يعني، وما تضع ساتر مع أن وظيفتها الشرعية أن تضع ساتر، بس هي ما تضع ساتر لأن عندها جهل بالمسألة. واضح؟ لو عندها علم بالمسألة بل ممكن تضع ساتر، بس عندها جهل بالمسألة، ما كانت تعتقد أنه إذا بلغت مبلغا من الجمال الفائق وفي خروجها فتنة ما كانت تعرف أنه يجب وضع الساتر على الوجه، لأن ما عدا تفقه في الدين. واضح؟ فعملية القراءة والمطالعة للمحرمات هذه تخلي الإنسان عنده وعي للمحرمات هذه وبالتالي يتركها. في كثير ترى عندنا أخطاء إحنا في ممارساتنا اليومية حتى للعبادة والصلاة وكثير من الأمور. زين، في شغلات حتى عندنا سوء ظن ان بعض الظن اثم، صحيح يا لا؟ فاكو بعض اوقات سوء ظن، ده سوء الظن ممكن يخليك شنو، يدفعك الى ان تتهم الطرف الاخر بالباطل، والتهمه بالباطل حرام شرعا. فالواحد لازم يعني يدقق في الحالات الباطنية اللي عنده، يعني
حتى أمور باطنية أنت عندك هي إشكال بيها. في كثير عندنا إحنا نمارس محرمات ولا نعرف إن هذا حرام، لأن ما عندنا مطالعة، ما عندنا قراءة، ولا نسأل العلماء. هذا الإهمال في ضررنا مو لنفعنا. فمثلا الركون إلى الظالم ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. بعض صور الركون حرام، كأن إنسان يمدح الظالم، مشكلة هذه. يبرر لعمل الظالم، مشكلة. في بعض الصور الواحد ممكن يعمل حرام وهو لا يعلم. أنت إذا تريد تستعد للموت، الإمام يقول أداء الفرائض واجتناب المحارم. زين، حتى تجتنب المحارم لازم تعرفها. زين، شنو تعرفها؟ لازم تطالع كتاب يتكلم عن المحرمات. منو الآن عندنا يملك ذا الكتاب؟ منو؟ إذا أنت تريد الآن يقول أداء الفرائض، أنت تعرف الفرائض كلها؟ لا، ما تعرفها، تعرف جزء. زين، لازم تعرفها كلها على الأقل، حتى لو تورطت بها تكون تأتي بالفرائض وتترك المحرمات. فأنا في يعني هالشكل اقترح أن الإنسان المؤمن لازم يملك كتاب عن المحرمات والواجبات، على الأقل يطالعه، يكون عنده معرفة، ولا شلون يتمكن من أداء الفرائض واجتناب المحرمات. أداء الفرائض هذا واحد، واجتناب المحارم، ويقول والاشتمال على المكارم. يعني شنو الاشتمال على المكارم؟ يعني يكون عندك أخلاق حسنة، أخلاق حسنة. لازم تقرأ دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين سلام الله عليه. هناك يروح شوف المكارم. اللهم وحلني بحلية الصالحين، يقول، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير، والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة، ورفض أهل البدع ومستعملي الرأي المخترع. اللهم وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. شوف هالمفردات سيد عالي، هذه أنت تكون تحققها في نفسك. هذه وحدة وحدة، كل مفردة بسط العدل، كظم الغيظ، إطفاء النائرة، ضم أهل الفرقة، إصلاح ذات البين، إفشاء العارفة، ستر العائبة، لين العليكة. هذه كل وحدة لازم تدرسها وتعرف شلون تطبقها. مو بس أنا حين قايل على والله الشيخ العراد يقول هالشكل اجتمال على مكارم المكارم. شو المكارم؟ بسط العدل، كظم الغيظ. زين، تعرف شو معنى بسط العدل؟ تعرف شو معنى كظم الغيظ؟ تعرف شو معنى لين العليكة؟ خفض الجناح، إفشاء العارفة، ستر العائبة. هذه بلا بحوث.
هذه لازم انت تقعد تتامل بيها، تتفهمها زين، تحبها لهاي الصفات، ترغب فيها، تحاول تتجسد بها. يريد لك شغل. انت تبي تروح جنه عرضها السماوات والارض، فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعيون وما لا يخطر على قلب بشر. هذه يريد لها ضريبه، هذا مو شيء بسيط. واضح يا مولانا؟ الدين ترى مو سهل، الدين صعب. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وانها لكبيره الصلاه الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. يعني هاي صلاه الصبح، مو تقول اداء الفرائض، مو يقول اداء الفرائض صلاه الصبح، هل احنا نجلس لها نؤديها في وقتها؟ شوف نفسك انت مدى حبك للفريضه، مدى التزامك للفريضه. هاي الصلاه، هذه صلاه هوايه بها خلل، ما قاعدين نؤديها في وقتها. ولو اديناها في وقتها، هل انت اديتها بادابها وشرائط قبولها؟ يعني نفس الفريضة هذه حتى أنت تأديها يريد لها بعد تدبر، أن تأتي بها كما يريد الله. فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أنت راح تقدم شنو لغد؟ هذا العمل، هاي الصلاة، هاي الصوم، هاي الأخلاق. فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يعني انت الان لا تتقي الله تاتي بنفس الفريضه وهي الصلاه. اتقي الله في اثناء اداء الفريضه. يعني لما تقول الله اكبر لازم قلبك مع الله اكبر، مو في السوق. قد افلح المؤمنون شنو؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني لازم يكون خشوع. يعني هناك كيفيه معينه انت لازم تلتزم بها اثناء اداء الفريضه، ومو بس مطلوب اصل الفريضه، لا، لها شروط، شروط صحه، شروط قبول، اداب. واضح يا مو واضح؟ هذه هم لازم تراعيها، فمو شيء بسيط. يعني مو شيء بسيط الشغله، اذا تعب يريد لها عشق. انت لازم تحب الصلاه حتى تاتي بالصلاه. ولهذا ليلة العاشر شو يقول الحسين سلام الله عليه؟ لأن كانوا يريدون يهجمون عليهم ليلة العاشر، فقال: ليمهلونا سواد هذه الليلة لنصلي لربنا ركعات، فإن الله يعلم، دقق بالعبارة، فإن الله يعلم بأني أحب الصلاة له. شوف أحب، كلمة حب جاية. إذا واحد ما يحب الصلاة ما يؤديها بانسجام، ما يؤديها بإقبال، يؤديها كأن فتشي مفروض عليه يريد يتخلص منه ويمشي. واضح لونها؟ إذا ماكو حب للفريضة، لازم يكون في حب، في تفاعل، في انسجام. في شوف إذا أنت تحب شيء تبدع به، تبتكر به، تروح وراه إذا تحب شيء. أما إذا ما تحبه لا، ما تبدع به، ما تروح وراه بقوة. واضح يا مولانا؟ هذه مسألة جدا مهمة، أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم. فلازم يكون عندنا احنا كتاب يتكلم لنا عن الفرائض والمحارم، ويتكلمنا عن مكارم الأخلاق. قلت في ليلة واحدة جامع السعادات خوش كتاب في قضايا الأخلاق، ومو بس تقرأ أنت، لازم تقرأ وتعمل. وقل اعملوا، صحيح يا لا؟ يعني أنا تكلمت عن الحلم، أنت لازم تصير حليم، لازم يكون عندك سعة صدر. تكلمت عن الكرم، لازم تصير كريم.
لازم تصير معطاء. وطبعا احنا ترى اكثر مشاكلنا جاية من سوء اخلاق ترى. يعني الان المرأة ليش تنفر من الزوج؟ لانه بخيل. انت محقق في القضايا العائلية ولا؟ بعض الأوقات تصير عند الزوجة المرأة نفور من زوجها. لماذا؟ لأنه بخيل. وصحيح الواحد البخيل ما حد يشتهي. في الحديث البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة. الإمام علي سلام الله عليه يقول البخل عار. تعرف معنى هذه الكلمة؟ البخل عار. يعني هذا أولاد البخيل المجتمع يعيرونهم، يقولون لهم لا تتوقعون شيء من هؤلاء الأولاد، هذا أبوهم جدهم بخيل. واضح ولا؟ يعيرونهم البخل عار. الإمام علي سلام الله عليه يقول البخل جامع لمساوئ العيوب. كثير من العيوب أساسها بخل. أحيان الحاكم اللي يحكم الناس لو يعطي الناس حقوقها تنتهي المشاكل، صحيح ولا؟ بس بخيل. بيت المال إلى أن قام ثالث القوم معه بنو أبيه يقضمون مال الله خضب الإبل نبتة الربيع، خلوا بيت المال موزع فيما بينهم، صحيح ما أعطوا الناس، حرموا الناس. فلما حرموا الناس شنو سوت؟ ثورة عليهم. عدلوا لا؟ طلع أبو ذر عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه. فأنت لما تجوع الناس تخليهم في فقر وحرمان يثيرون عليك، من صور ثورة صارت عندنا مشاكل. البخل جامع لمساوئ العيوب، يعني كل العيوب راح يجيبها البخ. هاي بتصير ثورة، هذا بيكسر الباب، هذا بيحرمك من كذا، وتصير مشاكل على أثر ذا البخل. لكن لو أعطتهم حقوقهم انتهت المشكلة كلها، صحيح ولا؟ فأساس المشكلة هي بخل، يعني قضية أخلاقية، يعني ماكو مكارم، ماكو اشتمال على المكارم. لو الحكومات تنصف الشعوب، والله هذا مواطن يحتاج إلى أرض حتى يبنيها، عدل لا؟ أنت مصادر الأراضي كلها، الحكومات جت وضعت يد على الأراضي واستملكت الأراضي، مع أن ده الاستملاك صح مو صح شرعا مو صحيح، لأن عندنا الآية والأرض وضعها للأنام. الحديث يقول الأرض لله ولمن عمرها، صحيح؟ فإذا أنت ما عمرت الأرض بزراعة أو بناء ما تملك الأرض شرعا. فجو خلوا أياديهم على الأرض، المواطن ما عنده بيت حتى يتزوج، تقول له ليش ما تتزوج؟ يقول لك شيخنا بيت ما عندي. تقول له ليش ما عندك بيت؟ يقول ما عندي أرض حتى أبني البيت عليه. زين وين راحت الأراضي؟ الدولة صادروها، صحيح ولا؟ زين ليش الصادرين الأراضي؟ نبي كل شيء لنا. زين ليش أنت تقول العدل أساس الملك، صحيح ولا؟ غير لازم تعطيهم الأرض حتى يبنون الأرض، صحيح يا مو صحيح؟ فالبخل هذا محطم الحاكم ومحطم الناس وياه. فأساس المشكلة بخل، صحيح ولا؟ واحد ما يعطي نفقة لزوجته، بعض أوقات ما يعطي النفقة ما عنده خب، لا بخيل ما يريد ينفق زين، واضح ولا؟ فتصير مشاكل بين الزوج والزوجة لما تحقق فيها تشوف أساسها بخل. مشكلة أو حسد، بعض الأوقات منشأ المشكلة حسد. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول هلاك الناس في ثلاث: الحسد والحرص والكبر.
هاي ثلاثة الذنوب هي أساس المشاكل في العالم كله. يقول الحسد، بالحسد قتل قابيل هابيل، صحيح؟ والآيات جت وتلو عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، زين؟ فاعترض عليه، ليش الله يتقبل منك ما يتقبل مني؟ أدري هذا قدم أحسن ما عنده، كان عنده تجارة المواشي، قدم أحسن خروف، أنت ما قدمت شيء محترم، كان عنده ما أدري شعير كذا، قدم ما أدري شعير شيء بسيط، يختلف الحال. فطوعت له نفسه قتل أخيه. فمن الحسد هذا مشكلة، الحسد سوى خلى هذا الإنسان يرتكب جريمة القتل، سفك دم مو شيء بسيط، صحيح ولا لا؟ القصة اللي مرت عليكم قبل سنتين ثلاث في الكويت، على أثر زوج تزوج بامرأة أخرى وصار عند الأولى حسد وراحت حرقة الخيمة، أعتقد 50 قتيل راح فيها. ليش يا أخي سيتزوج على الثانية؟ شنو الإشكال في ذلك؟ إحنا أثبتنا الزواج من الثانية في نفع الأولى، صحيح ولا؟ بس الواحد ما عنده إدراك، ما عنده تأمل. طبعاً البارحة أنا ما وضحت إيش معنات العدالة بين الزوجات. العدالة قلنا العدالة في الميل القلبي هذه مو مشروطة، وإنما العدالة المشروطة هو في المبيت، يعني إذا عنده مثلاً ثلاث نساء أو عنده اثنتين، الليلة شنو سيدنا؟ الليلة اثنين، مثلاً الليلة اثنين أكو عندنا شو اسمه القسم، يعني يقسم الليالي بين الزوجات. فإذا عنده زوجتين الليلة الاثنين، إذا بات عند الأولى هاي الليلة ليلة الاثنين، يلزم عليه أن يبيت عند الثانية في أحد الليالي الثلاث، يعني ليلة الثلاثة أو ليلة الأربعة أو ليلة الخميس، يكون يبات عند الثانية ويضع ليلتان أينما شاء، يريدها عند الأولى أو عند الثانية أو يبات برا البيت أو في المكتبة كيف؟ أي واضح ولا؟ فالعدالة في المبيت بس، وهذا قادر على الواحد. والعدالة كذلك في النفقة، يعني إذا هو تزوج الأولى بنت ملك والثانية بنت مزارع، النفقة تختلف هني. نعم يستحب التسوية في النفقة، فينفق على بنت الملك كما هو شأنها وينفق على بنت المزارع كما هو شأنها، يعني الشأنية لها دور، يعني مثلا هذه تحتاج خدم في البيت بنت الملك فيجب عليه أن يوفر لها خدم، لكن بنت المزارع لا، مو من شأنها أن يوفر لها خدم، فمو ملزم بتوفير الخدم، كل واحدة وحسب شأنها، واضح ولا؟ بس مستحب التسوية في الإنفاق مو واجب، يعني لو اشترى قميصا لبنت الملك بمئة دينار يستحب له أن يشتري لبنت المزارع هم قميصا بمئة دينار، واضح ولا؟ يستحب التسوية مثلا في الظاهر في إطلاق الوجه وما أشبه، لكن في الميل القلبي لا، ما يقدر يعدل، وهي خارج النطاق كما بينا البارحة. فترتكبين جريمة قتل على أثر هذا الزواج، عليش فحسد، حسد يعني منشأ المشاكل حسد. كثير من التهم الباطلة تسمعها من زيد وعمرو خالد هي منشأها حسد، مو تقييم واقع الأحداث، لا لا. والحرص كما يقول الإمام الحسن سلام الله عليه، الحرص وبه أخرج آدم من الجنة، لأنه صار عنده حرص، الله قال لا تأكل من هذه الشجرة، أنت الحين في الجنة، الجنة كلها عندك، قال لك الله لا تأكل من هذه الشجرة، فلم يقتنع بما عنده
حمله الحرص على أن يأكل من هذه الشجرة، صحيح ولا لا؟ الحرص، الحرص يعني شنو؟ يعني عدم القناعة بالقليل، واضح ولا لا؟ الحين عندك الجنة كل شيء فيها، الله قال هاي الشجرة لا تقرب هاي الشجرة. طبعا الشيطان جاء وسوس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بعدة عناوين دخل لهم وقاسمهم الشيطان، يعني أقسم بالله إن هاي الشجرة شجرة الخلد. عاد صدقت حواء، صدقت كلام إبليس، قالت الشيطان حتما ما يقسم كاذبا، صحيح ولا؟ فلما قسم بالله حتما قسمه صادق، ولا ما مصدقه هي إنه يقسم كاذبا. بعض النسوان شوية عندهم سذاجة بعضهم، فجت إلى آدم ضغطت عليه، تعال خلنا ناكل، ترى الشيطان صادق في كلامه، خب أنتم منهيين بالأساس عن أكل الشجرة، حتى لو جاء الشيطان ووسوس وقال شجرة الخلد وملك، أي عنوان عطى، أنت قال لك الله لا تأكل، صحيح لا لا؟ فما الذي حمله على الأكل؟ الحرص، صحيح لا؟ هلاك الناس في ثلاث، الحسد والحرص، بين عاد يعني على كل قضية جاب مثال، إيش اللطيف حتى تتضح الصورة لنا. الحرص، وبه أخرج آدم من الجنة، وقال بعد شنو الثالثة؟ الكبر، وبه طرد إبليس من الساحة الربوبية. إبليس ليش الله طرده؟ لأنه استكبر، الله قال اسجد لآدم، قال ما أسجد، أنا خلقتني من نار وخلقت من طين، أنا جنسي أحسن من عنده، أنت شلك بهالسوالف؟ الله يجب أن يعطى، قال لك اسجد، خلاص تسجد، بعد تقوم تسوي روحك فيلسوف، مسوي روحك فيلسوف إبليس، يقول أنا نوعيتي أحسن من عنده، خلقتني من نار، جنس النار طبعا أحسن من الطين في نظره. أفرأيتم ما توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ إذن النار طالعة من وين؟ من الشجرة، الشجرة طالعة من وين؟ من الطين، إذن الطين أحسن من النار حسب هاي الآية، صحيح أو مو صحيح؟ هو مدعي أن النار أحسن، فالله سبحانه وتعالى يقول له اسجد، يقول لا ما أسجد، هذا التكبر، يشوف نفسه، العنصرية مالته هي الملاك، فطرد مع أن عبد الله 6000 سنة، بس الله سقط في امتحان واحد، سقط، الله قال له اسجد، قال ما اسجد، هو طبعا ما يسجد لآدم لأن آدم رب، وإنما كان آدم جهة قبلة، يعني في الجهة التي يتجه إليها، وإنما السجود لله عز وجل. فهلاك الناس في ثلاث، الحسد، الحرص، الكبر، هذا أساس مشاكل العالم كله. فإذا واحد نظف نفسه من هاي السلبيات، من الحسد والحرص والكبر، يوصل عليكم السلام، شو تقول آية؟ قد أفلح من زكاها، صحيح؟ قد أفلح من زكاها، شنو يعني زكاها؟ الزكاة يعني شنو؟ يعني النمو، أنت لما تزكي أموالك هاي الأموال راح تنمو، لما تعطي الزكاة أنت ما تخسر، أموالك تنمو، واضح؟ زكاها يعني أنت تنمو، تطهر نفسك من هاي الرذائل وتتحلى بالفضائل، قاعد تنمي نفسك. قد أفلح من زكاها، تكون تهذب نفسك، هذه كلها تكنسها،
والحسود مولانا الحسود قاعد يكفر حتى بالله. تعرف شو معناته يكفر بالله؟ لأن غير الله أعطى هذه النعمة لهذا الشخص، فأنت ليش تحسده؟ يعني تتمنى زوال هذه النعمة وتعمل على تحطيمه. معنى ذلك أن أنت معترض على تقسيم الله على عباده. خو الله هو اللي أعطى هذه النعمة، صحيح يا مو صحيح؟ فأنت لما تحسده يعني اعترضت على إعطاء الله له هذه النعمة، صحيح يا مو صحيح؟ يعني حتى إيمان بالله ما عندك أنت أيها الحسود. إذا هذه النعمة من الله، يعني لأن كل شيء من الله، وأنت عدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة العلم، نعمة الزوجة الصالحة، هذه كلها من الله، كلها من الله، هذا عطاء من الله. فأنت لما تحسده يعني شنو؟ يعني معترض على الله ليش أعطاه هاي النعمة؟ إذا أنت ما تؤمن بالله أصلاً، واضح ولا لا؟ شوف قد لفتة مهمة دي. الحسود أصلاً يكفر بالله. وأكو عندنا رواية أتذكر الحسد أصل الكفر، أكو رواية. صلى على محمد. الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وطلع أعداؤه. فيقول هني الاستعداد للموت ثلاث: أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم. الاشتمال على المكارم، فلا تصير حسود، لا تصير حريص، لا تصير متكبر. التكبر هذا والغطرسة هذه ما تفيدك، انت اولك نطفة كما في الحديث: مسكين ابن آدم اوله نطفة واخره جيفة، وتؤذيه البقة وتنتنه العرقة ويحمل ما بين جنبيه العذرة. أنت ما يليق لك تتكبر، حصلت لك منصب في مكان والجماعة يتصلون فيك تليفون حتى ما ترد عليهم التليفون، شنو شايف نفسك؟ أن أنت ابن العائلة الفلانية وأنت صاحب المنصب الفلاني، واضح ولا؟ هذا الغرور والتكبر والغطرسة موجودة. احنا عندنا امراض نفسيه كثيره تحتاج لتصليح وتهذيب. اي كل مشاكلنا جايه من هالامراض الثلاث: الاشتمال على المكارم. اذا واحد هيئ في نفسه هالثلاث هذه لا يبالي بالموت. وقع الموت عليه ام هو وقع على الموت؟ ماكو. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. لما تريد تعيش في هاي الحياة تكون تعيش في إطار أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، هي هاي الحياة الحقيقية. لازم انت الفريضة تكون عزيزة عندك، الفرائض عزيزة عندك، وتموت لأجل الفرائض، لأجل هذا الدين تموت، واضح؟ الله فرض علي هاي الأمور، أنا لازم أمارسها. من ضمن الفرائض الأمر المعروف، عدل، النهي عن المنكر، تغيير الواقع الفاسد. ونفس الحسين سلام الله عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ولم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، وأنا أحق من غير. لطيف. وأنا أحق من غير. فإذا أنت ما رحت تغير صرت ذليل، صارت حياة ذلة ومهانة، وهذه لا يقبلها الحسين ولا يقبلها إنسان عاقل ولا يقبلها إنسان مؤمن.
فيفضل الموت ولا يعيش حياة الذل والقهر هذه. واضح ولا لا؟ أنا أريد هذا نظام طاغية، هذا قاعد يذلنا ويذل المسلمين. تركوا طاعة الرحمن، لزموا طاعة الشيطان، استأثروا بالفيء، أظهروا الفساد، عطلوا الحدود، أماتوا السنة، أحيوا البدعة. أي حياة هذه؟ صحيح ولا لا؟ تعيش في أي أجواء أنت؟ فلازم تغير الأجواء حتى تعيش عزيز بدينك. عدل ولا لا؟ فالإمام شاف القضية، لو يسلم ليزيد يعيش ذليل، هيهات من الذلة. ركزوا بين السلة والذلة، يعني بين السيوف، لو أنا جاهد بالسيف أو أروح ذليل. ركزوا بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. لا أعطيكم بيدي إعطاء العبيد ولا أفر فرار العبيد، هالشكل. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. هذا أكبر درس نتعلمه من الحسين سلام الله عليه، إن وين ما كنت لازم تعيش عزيز وبعزة وبكرامة. ليش الواحد يهاجر من وطنه بعض أوقات؟ لأن الوطن فيه فقر، فيه ذلة، فيه مهانة. الإمام علي سلام الله عليه عنده كلمة جدا رائعة، يقول: الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. الله، أنت تعيش في بلدك ومو مكرم مو معزز، هذا البلد يصير شنو؟ تعاسة. أنت أينما كنت حقوقك موفرة وتعيش كريم، هو هناك وطنك. يقول: البخل عار والجبن منقصة والمقل غريب في بلده. المقل يعني الفقير، غريب في بلده، هو عايش بالبلد لكن فقير محروم، هذا البلد غربة بالنسبة لي. أي نعم. فالموت، الموت بعد يكون سعادة ولا الحياة بذلة. واضح ولا؟ وتشوف الشعارات للأصحاب في ليلة العاشر لما قالت زينب للحسين سلام الله عليه: هل اختبرت نياتهم، يعني أصحابك؟ قال: اختبرتهم فما وجدتهم إلا الأشوس يستأنسون بالمنية دوني. يستأنسون بالمنية دوني. مسلم شنو كان يقول؟ يقول: هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. يقول: لا، أقسمت لا أقتل إلا حرا. في المسير، مسير الإمام الحسين إلى كربلاء، خفقت برأسه خفقة، يعني هالشكل، صار عنده نوع سنة نوم زين. فسمع هاتفا يقول: إن القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. يعني دا يسيرون لكن دولي رايحين للمنية للموت. فالإمام الحسين استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعاد سأل علي الأكبر: أبا مما استرجعت؟ شنو القضية؟ فقال للإمام: سمعت هاتفا يقول: إن الموت، إن القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، فكأنما أنفسنا قد نعيت إلينا. فقال علي الأكبر: أبا لا أراك الله سوءا. شوف محترم يتكلم بأدب مع الأب: لا أراك الله سوءا
ألسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. فقال علي الأكبر إذن لا نبالي، لا نبالي، نموت محقين. إذا إحنا على الحق خلاص لا نبالي، إذا أنت على الحق لا تبالي. ها؟ أنا على الحق، خلي يجي الموت وأنا على الحق، أنا أستأنس بذلك. إذن لا نبالي، نموت محقين. فجزاه الإمام خيرا، نموت محقين. علي الأكبر، وما أدراك ما علي الأكبر؟ قمة في الجمال، قمة في العلم، قمة في الفصاحة، قمة في البيان. كان يعز على الإمام الحسين خروج علي الأكبر، كان يعز عليه، يعز عليه. فلما أراد أن يخرج قال لقد، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا للنظر إلى رسولك نظرنا إليك. فلما برز، تقول الرواية، أرخى الحسين عينيه بالدموع، قام يبكي بأبي وأمي، أرخى عينيه بالدموع. وبعد سوى حركة الحسين تكسر الخاطر، وضع يده على شيبته المقدسة وقال اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا ولا ترضى الولاة عنهم أبدا، اللهم امنع عنهم بركات الأرض وقطر السماء. كلش متأذي الحسين، ودعا على عمر بن سعد، قال يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراش. كلش متألم الحسين، عزيز علي الأكبر، فقد الولد عزيز. اي نعم. فقال له بني بني إلي إلي حتى أودعك وتودعني وأشمك وتشمني، أوالي من تلاقى وعند الوداع، مشابك طول لما هو وللقاع، اعتنقا ساعة وقع على الأرض، كان الحسين يموت بأبي وأمي. ويلي من تلاقى وعند الوداع، مشابك طول لما هو وللقاع، لا عالابن لبي والابو لا على ولاده، يا ويلي وداع لك شار، يقل له والدمع بالعين دفايا، بعبره مكسره وبقلب خفاق، يا ابويا وداع الله هذا نور فرايا، قشبيتنا هذا المقدر. ودعه، برز علي الأكبر، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني، ضرب غلام هاشمي علوي يزأر في الميدان، يقتل الفرسان، قتل منهم 120 فارسا، وكانت ملامح الحسين تمتلئ سرورا بشجاعة ولدي علي الأكبر. وليلى كانت واقفة بإزاء الخيمة تنظر الحسين، تقرأ أخبار ولدها علي الأكبر من خلال وجه الحسين، ولكن فجأة وجه الحسين قد تغير،
فجاءت ليلى قلب الأم، حساس قلب الأم يا أخي، جاءت إلى الحسين: سيدي أبا عبد الله، لا أصيب ولدي بسوء. قال لها: لا يا ليلى، ما فيش إن شاء الله، لا أصيب ولدي بسوء. قال لها: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه بهالمقدار عليه. فبكت، قالت: ما أصنع؟ قال: سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها، فادعي لولدك. جاءت إلى الخيمة، نشرت شعرها، صاحت: إلهي بغربة أبي عبد الله، يا شلون دعاء، إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي. وتوسلت لله وبحبيبة وبالحسين وشبابي مصيبة: يا راد يوسف من مغيبة، أريدك علي سالم تجيب. واستجاب الله دعاءها. أيها الأمهات، ادعوا لأبنائكم بالتوفيق وحسن العاقبة. استجاب الله دعاءها ورجع علي الأكبر. لكن رجع شلون رجع؟ رجع ايش قال للحسين؟ قال له: أبا العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، هل إلى سبيل من شربة ماء؟ يا بويا انفطر جبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر، يا بويا يا بويا شربة مية الجبدي، أتقوى ورد للميدان وحدي، يا بويا انفطر جبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحر، يقل منين اجيب الماء يا ابني، ما هو حشك بهض حيلي وشعبني، وفت روحي وحمس جبدي وسلني، يا ابوي استخلف الله العمر واصبر. ايش سوى الحسين؟ قال له: تعال علي الاكبر، هذا لساني خذه اليك. اقول علي الاكبر اخذ لسان الحسين، يعني اللي يقول للحسين: ترى انت مو بس انت عطشان، انا هم عطشان، ها انا بعد عطشان، ها. يقول: فاخذ لسان الحسين مصه، فوجده كالخشبة اليابسة. قول وياي: وا حسينا، ايوا اماما، لا اله الا الله. فقال له: عما قريب يسقيك جدك من كأسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا، لكن روح لأمك قبل لا تموت عليك، تنتظرك في الخيمة هناك. فجاء إلى أمه، وجدها مغشيا عليها: أمه كلميني، أمه جاوبيني، ما كرد. أخذ رأس أمه وضعه في حجره، أخذ يبكي، تساقطت قطرات من عينه على وجه أمه، أفاقت من غشوتها: من ولدي علي؟ قال: فداك ولدك، تقل من الوالدة وانت رجال، والوالدة تطلب رضا، يا بنت فعين ضواها، يومك يلي وحيد عماها. ودعها، لأن الحسين يقول: ألا من ناصر ينصرنا، ألا من معين يعيننا، ألا من خائف من النار فيذب عنا. التحق بالمعركة، قاتل إلى أن قتل منهم تمام المائتين. بينما هو يقاتل، إذ كمل له من ورائه مر ابن منقذ العبد، فطعنه بالرمح في ظهره، وضربه بالسيف على راسه، انفلقت هامته، اعتنق الفرس،
سالت الدماء من رأس علي الأكبر على من وعلى وجه الفرس. الدماء حالت أن الفرس يودي إلى مخيم الحسين، أخذه إلى مخيم الأعداء، احتوشوا من كل حدب وصوب، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، قطعوه إربا إربا. فصاح أبا عبد الله: عليك مني السلام، هذا رسول الله قد سقاني من كأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، ولك كأسا مذخورة. تقول سكينة، سكينة تقول من سمع الحسين صوت ولد علي الأكبر، تقول أخذ يمشي ويقع، يمشي ويقع الأرض، يمشي ويقع، وهو يقول: وا ولدو ما تحمل الحسين، يمشي ويقع الأرض، يمشي ويقع. الله أكبر. فلما وصل إلى جسد علي الأكبر ما قدر يتحمل، ألقى بنفسه على جسد علي الأكبر، تمدد معاه، وضع خده على خده. تدري ليش وضع خده على خده؟ يبي يشوف بي نفس، يعني بي حياة، يعني حتى يتزوج منه. فلما علم انه فارقت روحه الدنيا صاح علي: على الدنيا بعدك العفا، على الدنيا بعدك العفا، على الدنيا بعدك العفا، ما اجراهم على الرحمن، وانتهاك حرمة الرسول، قتلوك، قتلوك بني، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. قعد عنده وشاف مغمض العين، بدم السابح متترب الخدين، متواصل طبر والرأس، الله، والرأس نصين، حنا ظهر على بنية. يا ابويا قول منه الشرق راسك، يا نور العين من خمد انفاسك، يا عقل منها بدرعك وطاسك، يا روح شلون اشوف فنك مطبر. يا ابويا من عدل راسك ورجليك، ومن غمض عيونك واسبل ايديك، يا نور العين كل سيف وصل ليك، قطع قلبي يا الله، قطع قلبي ولعند حشاي سدر. يا ابويا اريد امسح جروحك واشم خدك، وحط صدري على صدرك ووسدك، لكن يا ابويا لاجل حرم جدك، وجد زينب تصيح الله اكبر، اجت زينب تصيح الله اكبر، يا عمي ليش هالنوم بهالحرم. طلعت زينب لأن توقعت أن الحسين سوف يموت على جسد ولد علي الأكبر. الحسين خلاص مات، يعني مات، بقى فترة طويلة على جسد علي الأكبر. فخرجت من الخيمة صاحت: ومهجة قلبا، وابن أخيا، وثمرة فهادا. فلما علم الحسين بخروج زينب قال: بعد ما تحمل هذا خروج زينب، يأذيني يعني، غير عند الحسين. فقام من جسد ولدي علي الأكبر، قال لها زينب: ارجعي لا تشمتي من الأعداء. صاحت: يا أخوي حسين خليني، يا أخوي حسين يمي، أحس بدمع عين جروح جسمي، على عيوني أريد أن الصدر يضمه، وشيل الخيم وياك يا حسين. قال لها علي: راح علي راح، شافه والنبي الشابج علي راح، هو فوقه وصفق راح على راح، وصاح بصوت: يا زينب علي راح. يا الله، وصاح بصوت: يا زينب علي راح، يا اخوي ظلمت الدنيا علي. الى طابعه
شون بعد فقدك لا صفا وظلمت الدنيا بعين يمود خفا منها ضياءك يا شبيه المصطفى فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما بعد فقدك من زمان أرغدي